مصطفى، اسأل كده الممرضة دي يا مصطفى. لو سمحتي، لو سمحتي يا سيستر، البنات بتوع حادثة التونوسيكل فين؟ عنبر الكسور في آخر الممر. الكسور؟ يا ساتر استر يا رب. الله، دي انصافة هي يا أبلة حياة. كويس انك جيت يا انصاف، طمنيني البنات عاملين ايه؟ ايه اللي جابك يا أبلة؟ بس انا كنت ببلغك عشان تبقي عارفة، انا معاهم من ساعة ما عرفت. ايه اللي جابني؟ ايه اللي جابني؟ انت هتنقطيني، هيحصل ايه تاني عشان اجي يعني؟ المهم طمنيني على البنات. ربنا ستر يا أبلة، بنت واحدة دراعها اتكسر والباقيين ردود كده وكتمات بسيطة. سترك يا رب، سترك يا رب. طب احنا واقفين ليه؟ هما في انهي اوضه ولا عنبر؟ اهم اهم يا ابله، ما تقلقيش، بس ما تقلقيش، اتفضلي يا بنات. ابله النظره جايه تطمن عليكم. طمنوني يا بنات، عاملين ايه؟ مين اللي اتكسرت صحيح؟ انا يا ابله، انا مريم، هنا يا ابله هنا. انت يا مريم، الف سلام عليك يا بنتي، معلش قدر ولطف. والنبي اتنظرت يا ست النظره، من ليله امبارح والكل ملوش سيره الا مريم هتطلع في التلفزيون مع الست النظره. مريم هتطلع في التلفزيون، مريم هتطلع في التلفزيون. لما البنايه اتدشملت يا ولدان. اتدشملت ايه بس يا خالتي؟ ده شرخ حتى مش كسر، هو بس الدكتور اللي قال لي اجبسهولك احسن. ربنا يعفي عنك يا بنتي. اللهم امين. دي خالتك يا مريم؟ امال فين والدك ووالدتك، ما يعرفوش ولا ايه؟ لا، دي ام رضوى اللي في تالتة اول، جارتنا في البيت اللي قصادنا. ماما الله يرحمها من زمان يا أبلة. حبيبتي الله يرحمها. طب ووالدك؟ بابا ورديته تخلص الساعة 5، مرضتش اقلقه، اصله بيتخض عليا قوي. حد يبقى عنده بنت حلوة وشاطرة وقلبها كبير كده وما يتخضش عليها؟ لا 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 لا, لا. انا هكلمه طمنه. تسلمي يا ميس، ما تحرمش منك. كلكم كويسين يا بنات الحمد لله؟ هيخرجوا كلهم اهو، هم كانوا بس مقعدينهم لاجل ما يمضوا على اقوالهم علشان سواق التريسيكل هرب. كمان؟ يعني يعمل المصيبة ويهرب؟ مصل كل السواقين دول عيال يا أبلة، لا معاهم لا رخصة ولا يحزنون، وهلولا ستر ربنا كان زمان الغلبة دول راحوا من غير دي. الله لا يقدر يا ست، ان شاء الله خير، المهم انهم بخير وربنا سترها معاهم. يلا يلا بينا، ولا عايزين تقعدوا؟ ايه يا مريم، حاسه بايه؟ كويسه والله يا ميس، ما كانش ليه لزوم توصليني والله. ازاي يا بنتي بس، هتروحي ازاي وانتي تعبانه كده؟ وبعدين حتى جارتكو قالت انها مش راجعه على البيت، كنتي هتروحي ازاي مع اي حد من البنات؟ ما هم كلهم من عندنا او من البلد اللي جنبنا يعني. ما ينفعش يا بنتي، وده اسمه كلام. كتر خيرك يا ميس والله، معلش يا استاذ مصطفى. ما خلاص بقى مريم، هو احنا شايلينك على دماغنا يا بنت. وهو مفيش يا مريم مواصلة للمدرسة غير التريسيكلات اللي بتتشحنوا في صندوقها دي؟ في تكاتك وفي ميكروباصات، بس يعني بس ايه؟ أجرتهم أغلى، وإحنا بنقاول التريسيكل قبل ما نركبه وبنقسم الأجرة علينا. قلتيلي، هو انتوا كام بنت يا مريم بتركبوا التريسيكل ده؟ 14 تقريبا، نزيد يوم نقل يوم، بس يعني في الحدود دي. اهي دخلت البلد، يمين يا استاذ مصطفى، هنزل هنا واخد توك توك او تريسيكل. كتر الف خيرك. هو انت غاويه تريسيكلات يا بنتي؟ انت مش شايفه منظرك ده، انت متبعزقه. طب توك توك ايه اللي هتاخديه لوحدك دلوقتي؟ معلش ادخل يا مصطفى. يعني ودي فيها معلش برضو يا ابله، لازم هدخل معانا يا رب. والمشوار للمدرسة بياخد قد ايه يا مريم؟ يجي نص ساعة بالكتير يا أبلة. اهو البيت اهو يا ميس. شكرا يا استاذ مصطفى، معلش والنبي على المشوار. ماشي يا مريم، سلامتك الف سلامة، وانا كلمت بابا وطمنته عليكي وهو في السكة راجع، ومعلش بقى على البرنامج، يعني هتتعوض ان شاء الله. سلميلي على بابا كتير. الله يسلمك يا ميس، يوصل ان شاء الله. يلا بينا يا درش، معلش مرمطنا لك العربية. ما يجراش حاجة يا حماتي، ممكن يعني نطلع على أول البلد نعمل نقلتين تلاتة كمان لو حبيتي. ما تتعدل يا مصطفى، جرالك ايه؟ عيلة زي دي كنت حاسبها وهي مكسورة تروح لوحدها والدنيا ليلت كده؟ ايه الشنب اللي في وشك ده، ديكور ولا ايه يا جوز بنتي؟ ما هو يا حماتي انت اصلا مش مسؤولة عن اللي جرالهم، لزومه ايه يعني تنزلي جري من الدق البشتيل؟ انا مش عارف ايه الحته اللي احنا فيها دي. ما هو المسؤوليه في نظرك يا مصطفى تبدا فين وتنتهي فين؟ احب اعرف. طالما ما فيش مساءله قانونيه عليا، يبقى اسيب العيال يولعوا مثلا يعني، واقوم احط وشي في المرايه ازاي بعد كده؟ ده انت عندك عيال يا مصطفى. ما هو اصل يعني فكر كأب مش كموظف بماهيه.
لو بنتك الله لا يقدر اتصابت وهي راجعة من المدرسة، هتقول ما النظرة مش مسؤولة؟ ولا هتبقى لو تطول تاكلها بسنانك بقى يا ابو يونس؟ انا عرقي مرقي يا حماتي، خلاص بقى والنبي. ماشي يا اخويا، بص قدام، بص قدامك يا ضياء، بص قدامك اللي هنتقلب احنا المره دي. يا ابني ما كنت روحتني بيتنا، لازمته ايه تطلعني شقتكم اللي في كوكب زحل دي؟ حكم لاوي يا حبيبتي، تليفوني في فاصل شحن والبرنامج هيكلموك على تليفوني علشان تطلعي مداخله على الهوا بدل اللقاء. هتروحي ازاي بس؟ هما كلموكي امتى؟ لما قلت لي اتصلت بالمعده قلت لها اللي حصل شويه، ولقيت المذيع نفسه بيكلمني يطمن عليكي وعلى البنات، وقال لي هنتصل ونكلم الاستاذه على الهوا. هو انا مش فهمتك يا مصطفى؟ حصل. امال ايه حكم القوي ده صحيح؟ خلاص بقى يا نجلاء، انا دماغي هتطرشق، مش مستحمله غلاستك انتي وجوزك دي. غلاستي بس بس بس، البرنامج البرنامج، خد يا ماما خدي. الو استاذه حياه، مساء الخير، هدخلك على الهوا حالا، جاهزه؟ جاهزه يا حبيبتي. ومعانا الاستاذه حياه النفوس، نظره مدرسه معالي البساتين التجاريه للبنات. مساء الخير استاذه حياه. مساء النور استاذ نادر. احنا مش هنتكلم النهارده لان اكيد هيكون لينا لقاء طويل مع حضرتك ومع البنات قريب، لكن حابين نطمن على البنات، هو حصل ايه؟ البنات بخير الحمد لله، الاصابات بسيطه جدا وربنا ستر. مريم بس رئيسه اتحاد الطالبات اللي كانت هتطلع معايا هي اللي مصابه، والحقيقه المصابه الوحيده للاسف، يعني عندها شرخ في ايدها الشمال بس بسيط الحمد لله. الف سلامة لمريم صاحبة المبادرة الجميلة، وان شاء الله نشوفها قريب مع حضرتك الاسبوع القادم. ان شاء الله يا استاذ، ان شاء الله، ده يشرفني. ليكي اي طلبات يا استاذة حياة؟ الطلبات مش بتخلص والله يا استاذ، احنا يعني قدها وقدود ما تقلقش. هي دي يا جماعة الاستاذة حياة، الى ان نلتقي يا استاذة حياة. اعزائي المشاهدين تصبحوا على خير.